اللي بغينا نوصلوا هذه الرساله لهذا خنوش، هذا خنوش راه دخل بالخلع على هاد الناس الفقراء. عاينوا بلاتي سكتوا، كاينه غير واحد الكلمه بركه غير سكتوا. هو راه واخد فيه الله الحق بلا ما تزيدوا تدعوا فيه، هو راه واخد فيه الله الحق. خير وبخير ما خصنا تا خير، جا هذا كفس علينا الشكوى بالله. انا الراجل كيجيب لي 400 في النهار كنقسم بها الماء والضو وناكل منها، وفهمها كي ندير لها، فهمها كي ندير لها 400 كيصور لي في النهار كيقيل لي قشقل بالكروسه، 400 كنصرف منها وكنخلص بها الماء والضو. جالسين بالجوع ما كناكلو ما كنشربو. الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار، الله ياخذ فيه الحق. بغينا ربي يخرج فيه الحق في هذا النهار. الله يرحم الوالدين، راه هاد المعيشه صعبت علينا وحنا غير كاريين. واش غنتبالاو بالكرا ولا نتبالاو بالماء والضو ولا بالمعيشه اللي ولات صعيبه بزاف، ما بقيناش كنلقاو حتى ما ناكلو لا حنا ولا وليداتنا. يدير معنا الحل هذا السيد هذا، يا اما يوجد الاعمال اللي عند الشباب يخدموا باش حتى الا زادوا في الاسعار بعدا يكونوا ولادنا خدامين، ماشي ولادنا جالسين والغلا لا خدمه لا ردمه والغلا اي حاجه اي حاجه كنشوفوها بعينينا. كنقدوش تقصحنا بلا قياس، الزيت غاليه كل شيء غالي، الخضره غلات كل شيء. واش باغينا هاد السيد واش باغي يقتلنا؟ ولا الحليب كيقول لك لا دي كارطون الحليب دي مع جوج حكاك ديال دانون ولا خليه. هاد الشيء راه بزاف علينا، حنا درنا فيه الثقه، صحبتنا لاباس عليه شبعان كلشي بحالو. صافي ما بقيناش باغيينو، عيينا بهاد السلطه ديالو. كناشدو جلاله الملك باش يحيدو ويدير واحد الدرويش اللي يحن على الفقراء، شي انسان اللي درويش منينا اللي غيحن فينا ويحس بالمعاناه ديالنا. هذه هي الرساله اللي كنبلغ لجلاله الملك، يحيد علينا اخنوش. خويا والغلا ديال هاد الشيء هذا كله بعدا منين؟ من المازوط بعدا هو الاول. المازوط كان الكاميو كان كيمشي لاكادير كان كيمشي ب 400000 فرنك 80000 ريال، دابا ولا كيمشي ب 160 نص بالنص. مول الكاميو في العذاب واللي كيشري في العذاب. يعني هاد الشيء خصهم يديروا حل. البيدود الزيت ها هو شوف شحال ولا، ديال الروميه ماشي تاد البلديه. دابا فين هي البلديه؟ حنا ما بقيناش، ولينا غير كنشوفوها وصافي. ما كيقدروش الناس، ما كيقدروش يشريوها، فهمتيني؟ دابا حنا شوف طاحت غير واحد الحاجه غير بسيطه، دانون ولا رايبي اللي كانوا كيشريوه هاد الناس هادو ب 40 ريال هو ولا ب 50 ريال، الحليب هو ولا ب 80 ريال، شعريه كل شيء تزاد، شي هاد المواد كامله تزادت. والناس ولو تزادت عليها هاد الشيء كانوا ساكتين مساكن. علاش؟ كانوا كيلقاو الخضره رخيصه كانوا كيقوتوا منها النفس، دابا ما بقاوش كيلقاو مساكن، كيقولوا لهم راه حنا نقصنا. بطاطا هي ب 160 راه فين هي؟ راها فين راها؟ راها قبالتك ب 160 ريال، وعلاش كيقول لهم راه حنا نقصنا؟ بطاطا ما موالفاش كتوصل هنايا 80 ريال، الفول ما كانش كيتعدى 50 ريال، جوج كيلو ب 100 ريال دابا ب 140. دا الجنبالة هاد الناس مساكن الجنبالة ما بقاوش ياكلوها كاع. لاريكو قول شي واحد واش كياكل لاريكو في هاد الناس؟ 600 ريال لاريكو 600 ريال الكيلو. ونقولوا حنا اوروبا مخرجي لهم صوماج ومخرجي لهم مسائل وكيعاونوهم. حنا دابا هنا في المغرب ما كاينش اللي كيعاونك، ما كاينش اللي كيعطيك غير الله. اللي بغينا نوصلوا هذه الرساله لهذا خنوش، هذا خنوش راه دخل بالخلع على هاد الناس الفقراء. عاينوا بلاتي سكتوا، كاينه غير واحد الكلمه بركه غير سكتوا. هو راه واخد فيه الله الحق بلا ما تزيدوا تدعوا فيه، هو راه واخد فيه الله الحق. شتي هذا خنوش راه الله واخد فيه الحق ومازال ياخذ فيه الحق، فهمتيني؟ لحقاش هذا خنوش هذا خويا، كانوا قبل من هذا خنوش، المهم كانوا الناس مساكن كانوا عايشين على قد الحال. دابا راه كاين مسكين اللي كيسكن في 45، كاين اللي كيسكن في البورنياس غير في 21 متر. شتي هاد العيالات اللي كتشوفوا هاد الناس شحال كيخرجوا في جيبهم؟ 600 ريال، شنو غادير لهم 600 ريال؟ دابا شوف شتي انا كنبيع ونشري هنا، هاد الناس كيجيو كيسولوا كيمشيو بحالهم مساكن ما عندهمش الله يحسن العوال.
المراه كتجي كدور، المراه كتجي كدور وكتمشي بحالها. شي اخويا غير بشويه غير بشويه.